عارف صاحبك عمل كده ليه؟ عشان شافك مش راجل. لما رقصت مع مايا كان المفروض اجيبها من شعرها تحت رجلي واديها قلمين على وشها لما لقيتك برفانك حلو. ده كان بيحاول يبوسك. مفيش فايده فيك، انا داخله انام. تعالي هي رايحه فين؟ انا لسه ما خلصت. عايز ايه؟ انا رجعت. رجعتي لحياتك؟ في ايه يا مريم؟ يا انت تتضرب. طب ممكن اطلب منك طلب صغنن قد كده؟ قد كده يعني؟ اتفضل يا فندم. بلاش عنعرة، ما تنفش ريشك قوي وما تحسسنيش انك انت بتمن علينا وهتعمل معانا العملية دي كده يعني. حاضر يا سكر هانم، ممكن انت بس تتأكدي ان انت مسيطرة على التيم بتاعك؟ لا انا دايما مسيطرة. اتفضل. اتفضلي. اتفضل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالا تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تقول حضانة الطفل عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. مش عارفة المفروض أندم ولا لأ. أنا أصلاً مش عايزة أندم أبداً، ولا على اللي حصل ولا على اللي ما حصلش. بكره فكرة الندم، طول الوقت بحاول ما أغلطش عشان ما أندمش.